كوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنحيي الجميع، كنحيي من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه متتبعي قناه باشا العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، ودائما كنرحب المتتبعين الجدد، حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم للقناه ديالكم. واحد التحيه اخوتي بحال دائما جميع المغرب في العالم، انا فين ما كان شي مغربي كنقدم له التحيه من المنبر، خاصه جميع المتابعات وجميع المتابعين ديالنا، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه، راكم مشكورين وعزاز. غنبقى دائما نشكر العزاز، ودائما كنشكركم على كل كلمه كتبتوها لا تقدر بثمن، والله العظيم كنشكركم. هذا هو السبب اللي خليني دائما نقلب نقدمكم بالمصداقيه وبالعفويه وبكل تلقائيه. قسما بالله راكم كاملين عند باش العمراني فوق الراس، نقول ربي عالم. انا ما اقول، دائما ما كنبغيش النفاق، دائما الهضره بالحق. كاملين بكم عندي في القلب ديالي وكنحترمكم كاملين. المهم اليوم اخوتي نهضروا واحد الضجه، واحد القضيه خطيره، جريمه كتحسب الجرائم ومورينات هما كتحسبهم العالم ديال الاجرام المخدرات. انا دائما كندخلوا في الخانه ديال الاجرام، العالم ديال الاجرام المخدرات. هاد الضجه وقع في طنجه بزاف، هي وقع في المغرب كان، ولكن في طنجه وقع بزاف، والضحايا ديال هادشي هذا ماشي في المغرب كاع، حتى في اوروبا، في هولندا، بلجيكا، يعني في العالم انتشرت هذا. ولكن الضجه اللي وقع دابا حاليا هي في مدينه طنجه، فيما يتعلق بواحد العصابه اجراميه وكتحمل واحد الاسم، كان الاسم يعني ديال الامور اللي هي مثلا الناس ديال الخير والناس ديال الاحسان والناس ديال المعامله الطيبه والتازور والتناسق والتعاون. يعني هذه العنوان كيعطيك هذا الشيء هذا، يعني هذه العصابه كتسمى بالمجموعات الخير. شو الاسم عندها؟ مجموعات الخير. والمشكل في هذا الشيء هذا، الضحايا ديال مجموعات الخير هي واحد الطبقه الشعبيه، اما الطبقه الشعبيه او الطبقه الكادحه، هي الضحيه الاولانيه والاخرانيه. والناس اللي فوق من الطبقه الشعبيه ولا فوق الطبقه الكادحه هما اللي كيريطوا الطبقه شحال هذا. داك الشيء ماشي بالتنظيم، يعني عندك شي فحال هرم كيعيطوا لهم التسويق الهرمي، هذه هي المشكله الكبيره. وهذا الاذن ديال التسويق الهرمي هو جرم ممنوع قانونيا، ممنوع ممنوع مره. لان علاش؟ لان الاسس ديالو مبنيه على الباطل، وما بني على الباطل فهو باطل. هذه هي الحقيقه، ما نقولش انا ندوخو باطيسنا. ولكن المشكل فين هو؟ انا اللي كيعصبني كيمرطني بزاف، كنعرفوا حنا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. مع العلم كتبر بعد الجريمه كتوقع وكيكون الضحيه ديالها بزاف ديال الناس، وما كيكونش بزاف، او نص قضيه ونص جريمه كتكرر، وبنادم ما كيتوعدش ما كيخرجش الدور في العبار، او من اخطاء الناس نتعلم، او من اخطاء ديالنا كنتعلم. وهالو دائما ما كنعرفش علاش، بحال الانسان بتجري كينسى، بتجري صافي، بحال ما كاين حتى شي حاجه. وهاد القضيه اللي نهضروا عليها بهاد الجرائم اللي وقعوا، وخاصه كنقولوا حنا الضجه وقع في طنجه، وهاد الجريمه هادي اللي مسؤولين عليها هي بزاف ديال الاشخاص، هما ديال الاشخاص اللي ضم ضحيه. شنو المصيبه؟ كان ضحايا ديال الضحايا، هادي المصيبه العظمى، هي هادي هنا الخطوره، هنا الخطوره. ولكن الانسان كنقولوا حنا بواحد كلمه بالدارجه، حنا كنقولوا ضح الامور، حنا كنجيني انا كنجيني دائما ضح الامور، كنقولوا حنايا الطماع كيغلبوا الكذاب، الكذاب هو اللي كيعمل على الطماع، دائما الطماع اللي كيجيبوا صابع رابع هو الكذاب. صافي، هذه هي المصيبه، هذه هي المصيبه العظمى اللي وقع. وحنا كنجيو هذه الجريمه غنتكلموا عليها حيت ما تتكرر، ولكن الناحيه اللي ما تنادي انت ما كيتوعدش. ولكن دابا المصيبه العظمى هي الناس اللي هما مكانترين مع الناس اخرين، هذه هي اللي خطوره كنقول لكم. يعني واحد الانسان هو بدون ضحيه، ولكن جمع بزاف ديال الضحايا وتكلف بهم هو وبقى مكانتشر بهم هو في طار، داكشي كلشي في العاتق ديالو وفكيه من وحالها. وهاد العصابه هادي انا كنقول لكم تحمل الاسم اللي هو اسم يعني كيعطيك واحد النظره كان هاد العصابه، انا كنسميها عصابه، يعني ان الناس هادو مزيانين، يعني مجموعات الخير، هي لا خير فيها، لا خير فيها. ودائما اخوتي انتما كتعرفوا باش نروحوا في الامور بالتفاصيل، انتما بحال دائما قبل ما ندخلوا في الامور، يعني دائما لا عجبتكم شي حاجه ما تبخلوش يعملوا ابوني وتفعلوا الجرس قدام وصلكم الجديد، وعملوا لايك وجوج مو بارطاجيو القصه وفرجوا القصه الاخر. وانتما كتعرفوا دعموا هاد القناه الثنائيه ديالكم، انا دائما كيحرقني قلبي كنشوف شي حاجه بحال هاد القلب كيحرقني، اقسم بالله توصل الهضره كنبقى كنهضر. علاش؟ كيبقى فيا هي ديك الناس اللي هما مساكن ضعافين، وفي نفس الوقت يكونوا حاملين المسؤوليه ديال صغارين، يعني اللي كتبكينيه حق الله العظيم. اما الانسان جات فيه بوحديتو دبر راسو، نصبوا عليك بوحديتك صافي شي الله يعاونك، جات فيك صافي ضيعتي انتينا صافي. المشكله هما الناس اللي ضاعوا وكانوا حتى هما ضحايا ديال النصب الاحتيال، ولكن على العاتق ديالهم بزاف ديال الناس. ها المصيبه، وديك الناس اللي كيقولوا لك عرفوا تاعك عرفوا انت او انت كعرفوا تاع حاجه، هذه المصيبه العظمى. وكيف القضيه بحال هذه اخوتي باش نوضحوا كيفاش عامله. دابا هذا الشيء هذا كيفاش كيوقع؟ هذا الشيء هذا كيسميوه بالتسويق الهرمي، هو بحد ذاته جرم وممنوع قانونيا، قانونيا.
مع العلم هادشي هذا كيستقطبوا ولا كيستغلوا بعض الاشخاص وداكشي بالتدريج كيقوموا بالاستدراج هاد الناس هادو وديك الناس هادو كيقوموا بالاستدراج الناس الاخرين وهي ماشيه كيسميوها هما بالهرم او التسويق الهرمي. والتسويق الهرمي ملي كتحس فيه كتجبر شكون مورينا دائما كتجبر مافيا خطيره مور هادشي هذا كتجبر عصابه خطيره جدا كتقوم بهذا التلاعب وهاد الامور ديال السرقه عن طريق النص والاحتيال. وسبحان الله العظيم هي بيدها كتكون عندها واحد المقدار مالي كتلعب عليه كتخسر مليار جوج مليار ثلاثة مليار باش كتستهدف حرف التبادل كتبس به بنادم. دابا كتجبر واحد المجموعة ديال المجرمين عصابة ما فيها مع بعضيتهم كيخطوا كيفاش يوصلوا لعباد الله واحد الطريقة فنية. أنا كنوضح لك باش بنادم يعرف هاد العصابة هادي ولا هاد المافيا ملي كتحسي فيها كتجبر عندها العلاقة بالإجرام المخدرات والتبييض الأموال والجريمة المنظمة. تاد النصر الحسين كيدخل في الجريمة المنظمة ومني كتحل كتجمع الناس هادو عندهم العلاقة بالمخدرات. والله ما كانت المخدرات من يكون هادشي هذا كاين المخدرات فهمتيني لأن دائما الفلوس ديال المخدرات كيلعبوا بهم هما ديك الفلوس ديال المخدرات بهم كيلعبوا. كيفاش كيلعبوا؟ كيجيبوا كيطروا الإعلانات ديالهم الإعلانات يعني في المواقع كينشروا المواقع وكيجيبوا بعض الأبواق اللي كيقوموا بالإعلانات ديالهم والتشهير ديالهم والإشهارات وهادي وكيخلصوهم بأن كاينة شركة كذا كذا أمور باش كيسوقوها لبنادم باش كيعرفوها لبنادم. من بعد شنو كيطلقوا؟ كيقولوا بأن هاد الشركة فابور من الطبقة الشعبية فابور من أي شخص إما غيكون الشخص هي فابور ديالو إلا بغا يدخل مثلا مع الشركة ويدفع الأسهم ديالو وديك الأسهم ديالو خاص تكون أقل مقدار مالي واخا نسبة قليلة مثلا جيتي ب 20 درهم يقبلوك جيتي ب 100 درهم يقبلوك جيتي ب 500 درهم المهم هذه الخطة ديالهم. هنا كيزرفوا بنادم كيقول قد ما دفعتي واحد المقدار كتربح به بالدوبل ديالو. حنا كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا حنا ما يقولوا بالدارجه ديالنا عمر بزاف تربح بزاف هذاك المنظر الضابو ها اللعبه كان عبر الحظ ضابو قسما بالله هذيك اللعبه الضابو عمرتي بزاف تربح بزاف يقول لك الرمانه مغمطه والزهر تحت اللاطه هذا في الضابو. هذا كيقول لك لا الرمانه مفرقعه وكل شيء رابح. بنادم كيدوخ هاد العصابه كتجي شنو كتعمل؟ كتكون عندها شركه وكدير اشهارات بزاف لان الشركه بقات تعرف داكشي كلشي وهمي حتى داك الناس اللي داخل في الشركه هاد المافيا حتى هما كيحملوا يعني بعض الاوصاف وهميه يعني حتى الهويه مزوره والملامح ديالهم مزوره وداك كلشي مزور لان هاد اللي كيبغي يسير هادشي هذا ما كتعرفوش شكون نوما هادي المصيبه. وكيعملوا كيجيبوا الناس كيقولوا يدخلوا في هاد الشركه مثلا بالاسهم ديالهم ويربحوا معاهم كيجي واحد المجموعه ديال الناس كتشارك مع الشركه هادي وكتدفع واحد المقدار مالي كاسهم شحال ما عنده مليون درهم راه جوج مليون 2000 درهم 3000 درهم كيقبلوه. هاد الناس هادو كيكونوا تحت ذاك الرصد الهرم تحت هاد المافيا هادي. هادوك الناس مثلا عايشوا مثلا حنا 20 ديال الناس عايشين لكم هاد الناس هادو واحد الامور ديال الفلوس كيدفع ياخذ مليون ديال الفرنك فراه الشهر كيدي جوج مليون ولا 3 مليون ياخذ كذلك كيدي دافع 2000 درهم كيدي مليون ولا مليون ونص ياخذ دافع 5000 درهم كيدي 3 مليون. المهم هما هاد التصريف داك الناس اللي تحت منهم كتبان 20 ديال الناس ما شنو كيقولوا لهم كانوا نتوما بيدكم قد ما دفعتوا بزاف تربحوا بزاف فهمتيني معهم جارب يدفعوا مليون دولار فراغ وداو الفلوس بصح كيقول داكشي بصح هذا هو الحرب تبان. وكيقول كاين حاجه اخرى لا جبتوا بنادم شحال ما جبتوا ديال الاشخاص اللي دخلوا معاكم حتى هما كتربحوا معاهم شحال ما جبتوا بنادم كتربحوا معاهم وهما كيربحوا. مثلا جبتي مثلا هنا 5 ديال الناس وشكون حال عنده ديال الفلوس كتبقى واحد المقدار قدا وقدا وكدير الربح ديالو كتربح معاهم وكتحطهم نتوما كتفهمش كتفرق عليهم شي حاجه من الامور ديما تينا رابح هادشي اللي كيعملوا شي كيسوقوا بنادم كيفاش كيضمعوا بنادم كيخلوا بنادم هو يقوم بالعمليات الاجراميه في النص والاحتيال هما كيبقوا بعادي هما طلقوا الشبكه ديالهم وفي نفس الوقت عندهم في يدهم واحد 3-4-5 ديال المليار ديال الفلوس يعني ديك الاموال كامله ديال المخدرات واخا كيخسروا الدنيا هانيه هو يخسر 5 ديال المليار وغيدخل 50 مليار الدنيا هانيه هذا هو المشكل. هذوك اللي تحت منهم كيقولوا مقروض بصح راه خادم ديك الشركه وكتبيع وتشري وكتعمل وكيدير الاموال ديالهم حتى هما وملي كيربحوهم ياخذ كيتثبت كيسافر هذاك كيسافر هذاك يقول حبس فاك يجيبوه صباح رابع مره اخرى كيزيد يساهم اختار مره كندفع مليون مره كيدفع جوج مليون مره كيدفع 50 مليون كيعرف راسو عيربح وكيربحوه كيربحوه هذه هي المصيبه العظمى. ما كيقولوا له خصك تجمع بنادم قد ما جمعتي بنادم كتربح مع بنادم هما ديك الناس هذوك 20 ديال الناس اللي تحت منهم هما كيجمعوا عفوا كيجمعوا بنادم وما كيطلقوا على الاشارات ديالهم فلان فلانه وفلان هذوك الامور ما كيشوفوا ان كيربحوا كيفما بدهم
ما كان عنده مولاي صحو ما عنده الطوموبيله وعنده كذا كاين اللي مشى كيدب على راسو كاين اللي بدا كيعمل المشاريع بدا كيبان على الخير وما كامل داكشي كيتريض كيبقى بنادم يجي عند 20 د الناس وكل واحد كل واحد داك 20 د الناس كيجي مع الناس كيتافون عنده فهمتيني وهذوك الناس اللي كيجيو من عندهم عاوتاني كيجيو من الناس الاخرين تيجي واحد المجموعه كبيره كانوا 20 بيوم كيتبر تحت منهم هما عاوتاني 200 300 400 د الناس وكامل كل واحد كيدفع واحد وكيجمعوا دوك الفلوس وكيعطوها الاخر مره كيطلع عندك الهرم من الراس داك المافيا اللي عامله هاد الخطه هادي الفلوس كامل كيرجعوا تماك وفي نص الوقت كيعطيهم الفلوس هما كيربحوهم وهادو كيربحو الناس اللي تحت منهم واحد ما يقدر عاوتاني وداك الشيء كالهرم كيهود هادوك الناس اللي تحت الاخرين تاع داك ال 20 شنو كيقولوا لهم كيقولوا انتما بيدكم راه دبرتوا ناس اخرين راه كتزيدكم النسبه ديال الربح وكل واحد جبتو راه كتزيدكم عليه النسبه وعاد اربح كذا كيبقى كل واحد كيجمع بنادم ومن هنا كيشوف يقول كيقول بصح كيشوفو كيدير فلوس كيربح فلوس كيقولو صافي داكشي حقيقي كيبقاو يجيبو بنادم هدا كيجيب هذا وهادي كتجيب هادي وهاد الامور بصح وكتبقى داكشي حدو في الهرم حتى كيوصلو للطبقه الكادحه اللي في القمر ديال الطبقه الشعبيه هنا الخطوره الطبقه الشعبيه ما كتكون مثلا تريطات مع الناس اللي فوق منا واللي فوق منهم طبعا اللي فوق منهم وكتبقى الامور مشيده كيعيشو في حرف التبات هادوك ما عندهم الحرف التبات كتبقى الاشاعه كيبقاو هما كيرغبو ها فلانة حدا اللي مع فلانة دخلني معاكم واحد مليون فرنك ها فلانة مزاوقة فيك دار اللي مع فلانة عندي واحد 5000 درهم دخل معاكم بها والله العظيم انا يتيمة وما عنديش ولادي وما عنديش بابا وما عنديش يما هذا بصح ويحرق لك حياتي عمل فيها الخير كتشبر من 5000 درهم وكتدافع عندك الهرم اللي فوق منهم هذو كيجيو مع الفلوس طائلة وكيعطيهم اللي فوق منهم توصل للمافيا الكبيرة والمافيا الكبيرة كتعطي البورت يعني واحد النسبة ديال الربح عندي تحت منهم وكتقول ما عطينا هذوك اللي تحت منكم وكيبقى داكشي كيتريض اليوم غدا اليوم غدا وداكشي يعني الاشهارات بنادم داكشي كيشيع كيبقى بنادم سوق الخبر حتى كيبقى بنادم كيرغب خصو يدخل في هذه المجموعه وخصو تا هو يدفع وهادي وبعد بنادم مساكن كيقول لك لا هادشي هذا راه بصح وهادشي هذا حلال ما فيه لا ريبة لا والو هادشي عامل كما بحال دارات وداكشي عامل بحال شريك بحال شريك شارك في الشركه دي واحد النسبه ديال الربح ديالك الناس عندهم شركات كبارين كيدخل الناس هادو كيعاونوا هاد البوبريه بطريقه بحال هكا كيساهموا مع واحد الاسواق تكون ضعيفه عباره قليله والربح ديالك كتربح حتى هادشي كامل ديالك حلال طيبه كتربح ديك الشركه وكذا الامور وكيشيع داك الشيء هذاك ولكن هي الخطه في عالم مركزه على الطبقه الشعبيه لان دائما الطبقه الشعبيه الطبقه الكديحه اللي هي مقتوله مره هي اللي كتقتل مره هي اللي مقتوله كيزيدوا يقتلوا فيها وعلاش لان حتى الصوت ديالها مع الحياه المخيفه هو زعما ما متغوت عندك ما ديما حتى شي حاجه هذيك الطبقه الشعبيه كتكون هي اللي فيها يعني في القاع ديال الهرم هي اللي كيكون فيها بوبليكو بزاف فيها البشر بزاف فيها الانصار فيها الناس اللي مساهمين بزاف هذه هي هذه العباره هذه انا شي سوق خبر قبل ما يوقع والله العظيم واحد السيده من العائله سمعتها كتهضر كتقول لها انا فلانه دفعت 180 الف فرنك يعني 1800 درهم ودات 7000 درهم قسما قسما الربح ويا خرب بوبلي مشات جابت لها الفلوس هي وجابت لها الفلوس وربما ربحت ديك الايام الاولانيه وهذه حتى عاد تفرقع الرمانه شني كاين هذيك الناس الكبارين اللي هما خسروا 3 4 مليار اولا 5 مليار اللي كانوا في راس الهرم هذيك كطعم بحال اللي كيصاد كيطلع الطعم خسروا 5 ديال المليار يعني 5 مليون دول اور اللي تخسرت ولكن ملي وصلوا لقعد الهرم وكان يعني كنقول مثلا الناس اللي مشاركه واللي مساهمه يعني بالالاف مابقاش مئات ولا بالالاف رجعوا وعاد ماشي من المغرب ولا كذا خصوصا اوروبا كاين ناس من هولندا وكاين ناس من بلجيكا ومن اسبانيا ومن الانجليز ومن جميع مدن المغاربه واكثريه طنجه وهذه وحروينه كبيره تعرف والفلوس كتدخل وبقى مادام كيدفع فلوس بزاف اللي كيدفع 6 مليون اللي كيدفع 2 مليون اللي كيدفع 10 مليون اللي كيدفع مليون ولكن المصيبه الكبيره ما كيدفعهاش من راس الهرم من المفاهيم الكبيره لا كيدفعوا عن بعض الاشخاص اللي مسؤولين عليهم ها المصيبه الكبيره هذا دابا كتبر عندك كتبر حسيده مثلا هي المكلفه ب 300 400 الناس هي مكلفه بهم كيعرفوها هي كتجمع الفلوس شي يعطيها مليون شي يعطيها 6 شي يعطيها كذا كلشي اللي يعطيها هي كتجمع لك الفلوس كما قلت لك اللي فوق منهم في الهرم اللي فوق منهم دابا هاد المصيبه اللي وقع دابا نادو كيقولوا الفلوس فين هما قال لك يا ودي هي تسنى دابا شهر دابا شهرين دابا 3 شهور صار شهر 6 وصار 10 ما عرفتش شنو كذا وما كاين حتى شي حاجه من بعد الناس اللي دافعين الفلوس من بعد الاشخاص منهم بعد النساء اكثرين النساء المصيبه العظمى هما النساء لان النساء هما اكثر اللي مكلفين لان المراه هي اللي كتجيبها كتسيق والناس كيتيقوا بها دائما دائما المراه كيعملوها في الواجهه اللي كيقولوا هي المشرفه كتبقى بزاف ديال النساء كتبقى هما المشرفات هذه مشرفه على بزاف ديال الاشخاص
اشخاص 100 كتبر مع 10 20 30 100 200 بصح شحال البشر اللي مشرف عليهم وسيدي اخرى كذلك هما كيعملوا لك اموال طائله كيعطوهم لفوق الهرم اللي عندهم هذوك اللي فوق منهم كيعطوهم الهرم اللي فوق منهم سيكون المافيا الكبيره المافيا الكبيره باش كتسنى النقطه الضعف اللي هي اللي عتجمع العلاقه كامله وعتغبر في الساعه يعني في الوقت المناسب في الساعه المناسبه اللي عضرب الضربه ديالو مع تلقاني تغبر علاش لان هي خسره 5 مليار 5 مليار تبقى ساكا امراه ملي وصل صافي نقع وداك القاع اللي كنقول لك الطبقه الكادحه او الطبقه الشعبيه فيها الناس اللي مساهمين بزاف كل واحد باش مساهم وملي كتحسب كتبان اموال طائله لا تبقى قال لك 7 مليار لا غير 7 قصار 7 مليار راه ملاير ضربوا تما ما تبقى 7 مليار قصار 7 مليار لان الناس بزاف واقل واحد دافع مليون جوج مليون كاين اللي دافع 7 مليون كاين اللي دافع 10 كاين اللي دافع عادي ولكن المصيبه هما الناس اللي مسؤولين على هاد الناس هادو هذه المصيبه العظمى من بعد الناس اللي دافعين الفلوس ديالهم كيهضروا مع ديك مثلا مع ديك السيده مع ديك عجينه المراه اللي هي دافعين لها الفلوس ديك المراه كتقول لهم يا ودي صبروا راه الشركه هي ماشيه وحنا كنعرضوا شي امور كاين شي سماعات كاين شي كذا كاين شي امور كاين شي كذا راه صبروا راه النسبه ديال الربح كتزاد وهي صبروا الناس هي ما كيصبروا اخر غادي ما كاين والو عطينا فلوس الناس من صافي تفرق داك الشيء هذاك بقى على ما عايش برو عايش برو المشرفه يعني اللي كنقولوا حنايا الادمين اللي مكلفه بهم كل مجموعه ما علاش بلا تعد ولا تحصى مجموعه كبيره وكتبان مثلا بنت ولا مراه هي المسؤوله عليهم واحد المجموعه اخرى كذلك هذوك الناس كبوا على ديك النساء اللي مسؤولين عليهم هذوك النساء اللي مسؤولين عليهم اللي هما المشرفات كيعيطوا للناس اللي فوق منهم هذوك الناس اللي فوق منهم شافوا عاوتاني اللي فوق منهم ما كاين والو تما شادوا التليفونات لان هذاك شاد التليفون هذا بدا كيشد كتف التليفون على هذا علاش لان الهرم المافيا الكبيره غبرت هذو اصلا كانوا عاملين شركه وهميه وهما بدهم وهميين وهما عندهم حتى قلت لكم حتى الهويه ديالهم مزوره كلشي عندهم مزور ملي شادوا ديك الشركه وصافي وكلشي وخا تقلب عليه ما تعرفهمش هذوك شكون اللي بقى بالحريره اللي كانوا في الهرم تحت منهم واللي كانوا تحت منهم خاصه الطبقه الكادحه اللي مسؤول عليهم بعد النساء اللي هما المشرفات اللي كيكونوا مزوجين الاموال الطائله وهاد الطبقه الكادحه الناس ضعيفه صراحه الله يدي بنادم ضعيف كتبان اقل واحد كتخدم طباخ هاد الحمام ولا كتبيع شي في الزنقه ولا في حليقه واحده كتضرب الجفاه واحده كتقول انا مصيبه عظمى والمشكله الكبيره هذوك كاين اللي كيشوفوا الناس اللي زايدين عليهم في الهرم قبل ما يتصفد حتى هذا كان بزاف ديال العشاق يشوفهم شي عنده الرموكه شي عمل قهوه الشيشه شي عمل مطعم شي عمل ريستوران شي عمل شي اللي يعمل يعني لاكريما وكراش اللي يعمل ما لا شي هذا يعملوا مداخل اللي كيدخل من طرف ديك الشركه زعما الناس كبار ديال الشركه ولكن ملي تصفد حتى شي وظهر ان شي الناس محسيا بغا يشوف الناس كبار اللي عندهم الشركه مجهول صاحب فيهم هذوك صاحب شادوا طفا ما عرفوا حتى شكون هما شكون اللي بقاو بين هاد الناس هادو اللي في الخانات ديال الهرم اللي مكلفين بعباد الله ناس ورقص الامور والناس داك طالب المال ديالها والمال ديالها ما كاينش لان خنصاطو في شكاره ومشاو ما تعرفش شحال الفلوس اللي داو الملاير كيقول لك 7 مليار كيقول لك غير 70 مليار اللي داو فين 7 مليار راه 70 مليار اللي داو الفلوس كبيره بزاف وغبروا شكون هما ما نعرف هاد المصيبه شكون هما ما نعرف شكون اللي بقى معروفين الناس اللي هما تاعيت ومكلفين بعض المجموعات هذه المصيبه العظمى تحاشي وحده هنايا عاوتاني كتقول هي كتسمع بزاف هاد الشيء في المواقع عامل ضجه كبيره شي واحد كتشوف كيف كتضرع الله اللي خلقها كتقول راه مكلفه ب 70 مليون في العاتق ديالها عندها بزاف ديال الاشخاص مكلفه بهم شي عطيها 6 مليون شي عطيها 2 شي عطيها 3 وهما ما كيعرفوا حتى واحد يعرفوها هي كتقول لهم انا عاجبك 7 مليون انا بدي داوها لي وبراسك علاش عشتينا كنتي مسؤول عليا مسؤول تحمل المسؤوليات ديالك بيناتك نصبوا عليك ساعتين عاوتاني سببتي في الناس يتنصبوا هذا المصيبه العظمى هذا المشكله هي المشكله هما الناس اللي بقاو مكتشر مع الناس وحده عاوتاني بقات كتشوف زغمطوا على عينها طلعت لها الضبابه على عينها طلعت لها الكحوله على عينها ما بان لها حتى شي حاجه الا تشرب من القاطع يعني تبارك صح حصل هي ضاعت الاموال ديالها وفي نفس الوقت الناس لاصقين فيها خصهم فلوسهم لان هي مكلفه بهم ما جبرت ما تعمل مشات انتحرت شربت من القاطع مات مشات عند الله وحده اخرى كذلك عاود جي فاس راسها من العراق وما خفي اعظم واحد الضجه كبيره وكيقولوا راه كاين شبر السلطه كتقوم الواجب ديالك كتشبر الناس يعني تقريبا دابا شي 6 الناس اللي مشبرين او 8 ديال الناس اللي هما مسؤولين ولكن ملي كتبحث ما بيدهم ضحايا هادو بيدهم ضحايا ديال الضحايا هذه المشكله العظمى هادوك بيدهم كانوا كيدعوا واخا كانوا فوقي في الهرم مثلا في الرؤوس على قمه الهرم ولكن هما مثبتين لانهم عاسموا راسهم مثلا ما بيدهم خدامين في الشركه هي هما في الصفوف الاولى والثانيه وكيدخلوا الفلوس كيربحوا وكيعطوا الناس اللي تحت منهم لا خلينا نتزدح كلشي بقى كلشي مزدوح حتى هما ضحايا ولكن شنو يعملوا الناس لاصقين فيهم هذا المشكل واخا تشبرهم وتدخل معاهم حتى هما في التحقيقات والباحث وهادي وربما يخلصوا حتى هما العقاب ديالهم ولكن موالي الشكارات والصح اللي داو الملاير غبروا فين هما ما نعرفش شكون غادي يعرفهم فين هما هما كلشي عندهم وهمي ولكن المصيبه فين هي المصيبه الكبيره اللي خصو من هادي يبكي عليها
لان الانسان خصو يشوف ويتحمل المسؤوليه ديالو. يقول هو الضحيه دراسو، ما نقولش انا المسؤول عليا في تال الفلوس او ولاد عطيتو الفلوس او اللي فوق من لا تنسى انت المسؤول دراسك. علاش؟ لان هادشي هذا هي ما يوقع. انتوما عارفين مره اخرى ماشي بزاف قال انا السنه ولا السنوات السنتين اللي جازت شوف شنو كنوقع هاد العام وعامين انتوما عارفينها ديك القضيه ديال اكادير. عبد الكريم قلت اكادير عيط باقي صغير اكادير عاونوا على الانترنت كذا قالوا عندك كاين شركه ما شركه الامارات ما كذا وبقى بانه كيدفع الاموال طائله في شركه وكيوهموا بالارباح وكذا وهادي وداكشي ماشي وداك الطمع وترش وعدل سقى لنا اللي يدفع فلوس بصح صحو ضحايا بالالاف عاوز وكيقول لك ساقيه بشي 15 مليار اللي دا اخر مطار هرب فين هو ما نعرف. من بعد عاجي عفوا عيسوق خبر انه هرب لين تركيا هو المرا ديالو واخا باقي صغير مجوج هو المرا ديالو قال لك راه هو المرا ديالو بقى مخبع في تركيا عدى شي امور ديالو خطا شي مخططات ديالو بقى تما في تركيا والهضره كتهضر عليه والامور هادي والشورشي كيبحثوا عليه واحد الساعه جا بحال المغرب ها المصيبه الكبيره عاوتاني بحال المغرب تلقى على القبض الفلوس فين ما كاينش ولا قال اديوها وانا بدي الناس الاحتياط الدولي ما عندي شي يعملوا لي يفعلوا لي نبدي فرنسا شي حاجه وديك الاموال تعرف فين عملت التمره ربما مشى رد ديك الفلوس ردهم ذهب ولا ردهم شي 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 عمله صعبه ولا شي ردهم وخبع داك الشيء هذاك وجا بحال المغرب عارف راسو عايش المغرب عايش تقع القبض عنده الدنيا هانيه عايش المغرب تقع القبض الفلوس يقول ما عندي شي اديوها الحبس شحال عامين عام ثلاث سنين خمس سنين 10 سنين كاع الدنيا هانيه عنده تدخل الدنيا هانيه من يدخل الحبس عايكون بعدا محمي هادشي غادي ينتقم منه ولا يقتلو يعني فوز مؤسسة سجنية يعني محمي داخل السجن. ثاني حاجة من يبقى في السجن هادوك الناس على برا اللي هما الضحايا ديالو ولا حافينين فيه كيتسناو ينتقمو منه عينساوه غيبقى في الحبس عام وعامين جا نساوه وربما من عاد ضربت 5 سنين وصار 10 سنين في الحبس وعاد يخرج ما يخرجش ما تعقلش عليه لأن يعني الإنسان كان عمرو 25 عام يخرج في عمرو 35 عام ما تعقلش عليه وعاد من يكون نساء وعاد نص كبار عبد الله يكون مات وهادي يعني شو الامور كيفاش عامله يعني ما عندي مورا حتى شي حاجه هو حتى الحب صالحه هاد الشخص هذا مازال جا من تركيا عن الصالح الصالح ديالو يعني داك الشيء هو اللي عايز يستافد لا دخل الحبس على الاخر يتخبى من هادم وعايز تنسى ومن الاخر عايز مرفوض عنده مخبى وعايز يسعى ترانكين ما كاينش انا تابع عليه مسبوع هادي الامور واش هذا ما كيوقع شو دابا ديك الضجه اللي وقعت هاد الشخص هذا اللي كان في يعني في اكادير دعي هذا كتعمل بوم في المغرب روينه وهادي مع العلم ما كاش شي بزاف نفس العمليه عاوتاني ها بنادم عاود تجرب واش الناس هادو كيتواعدوا شي ما كدوش شي موعده ما كدوش شي عبره مثلا شي حاجه كتوقع نتوما كتعرفوا هادشي اللي وقع وكتدفع راسكم بيدكم فهادشي هذا كنقول لها انا فلانه هي اللي ضغطت عليا ورغمتني بقات تابعه فيا عامين ثلاث سنين وكذا وتابعه فيا تدات لي ديك البركه ما كاينش حاجه بزز حتى ما يتبع فيك انت اللي كتبع راسك الانسان حتى طماع او انت طماعه كتسمع فلانه دفعت 1000 درهم وفرا الشهر دات 7000 درهم كتسمعتينا هيدا صافي كتضغط بصح انا غندفع مليون دولار فرا جبت 7 ملايين وشي وهمي ما كاين والو ربما يكون داكشي حقيقي في الاول كطمع كمراغه الاخر يزيد حقوق يجمعوك هادشي ما كيوقع العين ما نعيشوه انا طلعت شي مواقع اقسم بالله العظيم شي مواقع خطيره وخطيره جدا وربما تقدر يعني واخا تكون مطور وقافز يتبعوك يتبعوك انا واحد المره قبل كورونا هنا كنعرف جوج الحاجات عفوا على جوج الحاجات الحاجه الاولانيه دابا هي قبل كورونا الحاجه الاولانيه انا بابني الولد ديالي كان قطع الدراسه ودخل التكوين المهني كيعمل الطبخ الفندقه واحد المره واحد الشخص جا عندي قال لي اخي بشير واحد الشركه كيطروا الشباب خاصه هاد الشباب يكون قاري شويه جيدة وخا يكون عندهم مستوى شويه جيد السادسه يعني اولا باكرا ولا هادي الدنيا هانيه فهمتيني يخدمهم وكتا هادي وعطاني النمره التليفون انا بقيت عندي هيدا وزعما شخصي ما نعرف نشوف قلت انا بني قلت انا شخصي عجبت نمر التليفون الو ثم الشركه فين قال لي انا الشركه فين فنانيه بصفتي انا المدير قلت له ودي انا قلت مع الامور كتقولوا ثم كتخدموا مع الشباب وكذا ما عرفتش قال لك اياه من معايا نجي عنده غدا غدا ملي جيت وعيط قال لي ودي مشي للقهوه فلان فلانيه شوف دابا الشركه عصرني القهوه مشيت انا القهوه انا وابني انا راني عايش شني كاين الله ما يدوخوني ولكن عايش نشوف شني كاين احسن واحد الشخص هو اللي اكد عليا جلسنا ديك القهوه عاوتاني احسن عاود جات المكالمه عوصان عليا هو المدير الشركه قال لك يا ودي شوف رانا غنسردو لك واحد الشخص المندوب ديالنا المندوب ديال الشركه هو المسؤول عنك كنسردو باش عندي واحد المعلومات عندك
وتدخل معنا سوا واحد المعلومات ديال الشركه. دابا هذه شركه غتاخذ المعلومات مني وانا ناخذ المعلومات من المندوب ديالها فهي في القهوه وغادي نفكر مع راسك هي هذه اللي كتعطيك شنو كاين. مع الساعه جات خانه واحد كرش كبير هيدا وعمر ومكردم وتراخي وماريطا في الدو مع صانع هيدا مع صانع التليفون ديالي صانع عرفنا شكون حنايا جينا عندنا السلام عليكم كنا سعيده اهلا الوالد ديالك قلت له هي سعاد مزيان هادي قال احنا شركه وما عرفش شنو وتاتاشي وداك يوش عليا شي كلام دابا انا هي هي متاخر قالنا يا ودي خصكم تعمروا واحد الورقه ما عرفش شنو تبدوا واحد الورقه شني سميتو شني كذا شني هذه انا في الساعه قال لي قلت له سمي سميتي انا قال لي انا ابنك ولا غادي يخدم شني سميتو قلت له الحال لا الا قلت له قدور الحمدي الحمدي باش ما يهضرش مني زباط قلت له سمي قدور الحمدي فهمتني قال لي لا شي واش قدور سينا قلت له لا ابني واش من العائله ما بني صغير ما يمكنش يكون كي عنده الاسم ديالو قدور قدور نادم كبير لا قلت له قدور مسمي انا كما صار سالينا نجي نتواصل داك سميت قدور الحمدي وكسم ما عرفش مني وانا واش نوصل بينهم نقول الاسم ديال بني كذا كذا محمد العمراني بن دخل لا والو قلت له قدور الحمدي باش بني ما يهضرش صافي ملي عرفت شنو كاين داك يكسر فين كنكتبوا عليه عمر 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 صافي قال لك مدي هنايا ما عرفش مني قال لك يا ودي دابا خصكم تدفعوا 3000 درهم شوف دابا كيفاش جا عندي القهوه وخدم كيغمق عليا كيعمر لي الورقه وكيقول لك شركه وكتعطيك واحد المنتوج كيجي ميريكان شي ديال المنتوج ديال بزاف ديال البومادات او الكريمات شي حاجه مزقته ما عرفتش كيعطيو لها فري فاير ولا فري فوفور ولا شي حاجه هكاك المهم هي عندها فرفر بحال هكا المهم وخصك تساهم 3000 درهم مسبقا باش يعطيوك المنتوج كدا وداك المنتوج راه كيتباع غالي وملي غادي تبيعو عطيوك منتوج اخر زايد عليه وعاد الدخول عطيوك واحد الموقع في الانترنيت ما عرفتش ملي خربق لنا الراس ديالنا هكدا قلت له يا ودي انا عندك 3000 درهم ولكن خصني المكتب قال لي لا قدام المكتب يا المكتب والله العظيم عقل قال لا خرجنا الشارع اسماعيل وداك الشيء قدام شارع اسماعيل زدنا واحد الخطوه بحال ماشي رياض تيتوان ملي كنا على وصول رياض تيتوان على يدنا الشمال كاين شي العمارات تما كبار شي العمارات تما حديثا المهم مشينا لديك العمارات طلع بدينا طالعين في الدرج وديك الدرج مضويين ملي طلعنا في الفوقانيين مره باك نهار هي سلاس وتما الدرج بزاف شي كيدخل من هنا كيخرج من هنايا بعد المكاتب والجماعه تما مجدودين وكاين تما شي حاجه محلوله هيدا قال تسناوني هنا انا ما جا نشوف المكتب ونجي ونجي حنا بقينا واخا كنتسناو هيدا وتخلي مشيت الدرج هنا بني تبعو هي طلع عليه ملي ما كاين لا مكاتب ولا والو تما شي الدرج وعاد شي ديال المنفذ كات الماشي ما كيقطع ما عرفش يعني ما كاين لا مكتب ولا والو تما هو دار تما دار هيدا ودار شي دويره هيدا وخرجنا مشيت الدرج قريب وجا قالنا شوف الشركه المدير وكدا تما شي تما شي مسؤولين كبار على واحد الاجتماع وكدا ما عرفش ني ودابا ها الورقه فين هي وخصك تعطي 3000 درهم قلت انا عندي 3000 درهم عندي في الدار فهمتيني قال لك صافي مشي جيبها واجي ملي تجيبها سيمسون علينا كدا ما عرفش ني كدا ومشينا بحالنا ما رجعنا والله العظيم ما بغيتش نسعف وانا ما عندك كنت نسعفو نشبرو تما نعرف بالعاده ونجيب البولي نجيب هادي والروينا ونعرفو الناس كينصب 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 وشو المصيبه العظمى راه بزاف ديال الاشخاص اللي طاحوا في الفخ ديالو وصفت خبر بزاف الاخضر في الفخ ديالو يعني بزاف ديال الامور واحد اخر لا واحد اخر واحد الشخص كنعرفو انا انسان مثقف هذا انا استاذ ديال الانجليزه استاذ ديال الانجليزه انا كنهضر لكم كيتشور يعني كيتشور كيخرج الانجليزه وكان الصديق ديالي وجالسين مع بعضياتنا هيدا اش كيقول لك هي قبل كورونا يعني كنقول لك 2016 ولا 2017 بالضبط كنناقشوا هيدا الاخ قال لي اخي باشي عاد ما عندوش الحاسب بعرفتي انا الانسان داري ما كتشوفش مثلا شو هذا الامور اللي تعملها خلاص مع الحاجه واحد الشركه ما عرفش ني واش الشركه الانجليز في الانجليز بريطانيه ومولاها واحد الشخص عايش في بريطانيا هو خليجي وغاني من اغنياء العالم وعايش في بريطانيا وعنده واحد الموقع في انترنت وداك الموقع كيدخل منه الملاير ولكن هو راجل مزيان وراجل طيب كيدخل معاه بزاف ديال الاشخاص يشركوا معاه ويربحوا معاه هو دوال الخير ديالو اللي كيعمل وعندو داك الشيء داك الموقع اللي عنده كيقوم بزاف ديال الاعلانات والاشهارات وخاصه بعض التطبيقات وبعض الامور دوليه عالميه كذا وكيساهموا مع الناس وكاين الناس ساهموا معاه بألف راه بعشرة دراهم يعني كتدفع 10 دراهم في الشهر كترجع لك 20 درهم سينا ما تشبرش ديك 10 ديك 20 درهم خليها عاد كتخاتم الشهر اللي كيجي كترجع 40 درهم كل شهر كتدوبل كل شهر كتدوبل درهم عام وعامين داك ترجع وصلات ما تعرفش حتى بديت هي بألف فرنك هي بعشرة دراهم اما من اللي دفع اختار 1000 درهم و2000 درهم مليون راه كلشي كيدور زعما ملاير الدور عام وعام 10 سنين عندك الملاير وكذا وهذه وزينا دافع قال لي انا دافع انا بديت معاهم ب 100 درهم وما كنشبراشي
كنخليها تما دابا تقريبا ربما تكون عندي تما شي 7000 درهم. يا والله قسمر قسمر ودابا هادي وشكون دابا بزاف ديال الناس دابا انا غير عزيت عليا وعلى النية ديالو. دابا الشخص هذا ماشي كيضبعني ولا لا، وعلى نيتو على نيتو ومنه عداد فهمتيني، وعاملين له نفس المنظر كيقولوا اي واحد جبتي شي واحد معاك واش تجيتي بان انت جبتها راك كتزاد لك الربح، الربح كيتزاد لك فهمتيني. وبزاف بنادم كيوري عليك صراحه داخل المات ما في العالم، في العالم واش الشركه نقول لك بولاها خارجي عايش في بريطانيا وعندو مواقع انترنت وكيوكل معاه البوبليك يخدم معاه بالاسهم ولا اللي سامتي معاه 10 درهم 100 درهم وحما دفعتي كيقول لكم دفعتي بزاف تربح بزاف، طول بزاف تربح بزاف. هذه الامور وبقى الامور هيداك بصح وكيربح تجبته المشكله باش كيريطوكم كيقول لك من احسن ما تربحش ديش ديك الفلوس خليني تزادوا لك خلي ديك شي كيقول مثلا كيتزاد كيكبر الاسهم ديالك كيكبر كيتزاد هما شي اللي كيعملوا كيبقى اليوم غدا اليوم غدا وكيبعد من عندهم ملي كيشوف داك الشيء خليت بصح كيشوف انا في باكي شو هذا الحساب ديالو كيتزاد كان عنده 10 درهم ولا 20 درهم كانت عنده 100 درهم ولا 200 درهم كانت عنده 2000 درهم ولا 4000 درهم فهمتيني ماشي كيتزاد كي من عندهم كيطمع كيزيد فلوس من عنده هذا كيعمل كيزيد 5 ملايين 10 مليون هذا كيعمل 50 مليون كاين الناس اصحاب تجمع عائله وتجمعوا 70 مليون و80 مليون العائله ما بعطيتهم هذا عنده قد وهذا عنده قد وهذا عنده قد ودفعوها من الزمان سبحان الله العظيم نهار يدفعوا الفلوس بزاف كبارين كاين لا شركه لا خارجي لا بريطانيه ولا كلشي كلشي تسمح من الانترنت غير بنادم دوخ عندك ساعه من زعما ما من عاوه ما من كتعاوه الزعما مشى لي حتى الله قسم والله القسم هادشي غير ما نشوفه بنادم كامل عارفه ومازال هادشي كيتكرر يا اخي هذه هي المصيبه العظمى واش الانسان ما كيسوق هادشي ما كيعرفش وعاد وعاد القانون لا يحمي المغفلين خاصك تعرف الامور تعرف في الراس ديالك القانون لا يحمي المغفلين شي نعملتي راسك ساهمتي خارج اطار القانون ما يحميكش القانون القانون يقدر يشبر ديك الناس الناس اللي كتنصب تعاقبو 100 ياخذوا الجزاء ديالهم على ديك الجرائم اللي كيعملوا اما انت ما يحميكش القانون علاش لان انت دفعتي راسك بيدك لهاد الشيء هذا وبالاخص الحاجه اللي هي عندها هاد العباره هي التسويق الهرمي هاد الاسم ديال التسويق الهرمي هو جرم عندهم يعني في القانون جرم اذا انت ماشي محمي ماشي محمي هذاك فلوس دعتي فيه راه ضيعتي فيهم وديك الناس اللي متعلقه بيه راه يفك معاهم ما يمكنش اللي يعطيك شي حاجه غير مصيبه عظمى ايش كتفك مع ديك الناس وديك الناس كيفاش يفك مع ديك الناس وهي ماشيه هذه الحقيقه نقول لكم دابا المصيبه العظمى المصيبه العظمى هو الطبقه الكادحه دابا نهضر لك على الناس اللي شعبيه مساكن اللي ما عندهاش كاين عندك كاين اللي سلاف كاين اللي باع الارض ديالو كاين اللي باع دارو كاين اللي موسمه باش تدفع الفلوس باش زعما يدور ديك العاوي ويدور ديك المقدار وعاد يرد ديالو ويشري ويعمل بها صلاح ما عنده لا حلوف ولا كرموس ولا حاجه كلشي مشى كلشي مشى فهمتيني والضجه كبيره اخوتي خاصه بالله والمستفيد الاولي والاخر نقول لكم هادشي كامل كيدخل في اطار العالم ديال الاجرام والمخدرات الناس اللي كيعملوا الجرائم عندهم العلاقه بالمخدرات يعني التجار ديال المخدر اللي كيقول مجرم كنقول لك باينه اللي عنده علاقه بالمخدر خصو الاعدام قسما بالله لان كيعمل المخدرات كيعمل كل شيء الانسان اللي كيتاجر بالمخدرات غادي يعمل اي حاجه اي حاجه يعملها هذا بحال الجريمه اللي هضرت لكم على بني ملة دابا المخدرات كاع ما تكون ديك الجرائم وهذه المخدرات هي اسم الجرائم كامله هاد الناس اللي كيقوموا بهذا الشيء هذا اسم ديالها هي المخدره كيتاجر المخدر بالاطناب الفلوس بالملايير وباردين كيدخلوا في العالم بحال اللي كيلعبوا هما عندهم الدنيا هانيه كيرخيو فلوس بالصح هما بحال اللي كيلعبوا فهمتيني جاوا تخاو اخر كتجي هما كيقولوا الدنيا هانيه الفلوس هما باردين غير جاوا المخدرات كتقول جات ولا خابت الدنيا هانيه كيرخي ديك الفلوس ولكن كتجي ما كتجي بالله كيعملوا كيجيبوا شكاير ديال الفلوس ملي كيعمروا شكاير فلوس الملاير كيغبروا كيشدوا داك الشيء كامل كيبقى الضحايا هما الناس اللي هما مكالتشر هذه هي المصيبه العظمى اخوتي دابا الكارثه هما الناس دابا اللي عندهم الناس في العاصق ديالهم عندهم مسؤوليه فهمتيني كتسحب لهم مسؤوليات بزاف ديال الاشخاص انا قلت لكم مراه عندها شحال من واحد هي المكلفه والناس يقريين كيقولوا حنا ما عندنا صداقه انا كنعرفو نتينا حنا عطيناك فلوس ليلك فهمتيني اسمع شنو شني واقع اللي انتحر اللي كسر راسو اللي شرب غاز اللي شرب الغاز اللي شرب المقاطع وشي حاجه ربما مخفيه اعدام راه كوارث اللي هربان اللي حماق اللي تجنن راه كارثه ويقدر يخرج جرائم وراه هادشي هذا لان الفلوس من هذا البور الطبقه الكادحه راه مصيبه عظمى ديك الفلوس من جابتهم تعرف عمر كتقول لك انا حياتي كامله وانا كنجمع فلوس لولادي في الجفاف ما عرفتش اني مليون جوج ملايين مشات وكتضر الله اللي خلقك وتغوت دابا هذاك الله يحفظ تقدر تجبر المراه اللي دا عليها فلوس تجيفها وما تفطنش اي والله راه مصيبه عظمى مصيبه عظمى ولكن دابا المشكل
حنا نخليو الدوله، الدوله ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء. هذا الدوله ما قالتلكش مشي عمي الفعل، ثاني مشيتي، ثاني مشيتي ودخلتي وطمعتي وزرفاتك واحده اخرى او زرفك واحد اخر حتى اللي مشيتي بديك الطريقه هذيك. دابا المشكله، المشكله هي هاد المافيا ولا هاد العصابه ماشي معروفه. اللي معروفين هما الناس اللي تحت ديك العصابه وتحت ديك المافيا هما اللي معروفين، ولكن ديك الناس بعد منهم كيقول لك عملوا الفلوس، اللي عنده الرموكاس وكاين اللي عنده الشركات ديالو وكاين اللي عمل قهاوي وكذا واحد الضجه. اذا هادوك اللي كنشوف حنا عملوا القهاوي عملوا الدور عملوا المشاريع، هادوك اللي ما عملوا والو راه عادي يشبوا الراس اللي حل البيض ويمشوا ليهم عاوتاني الكوارث. راه كارثه عظمه. لا ود خص السلطات تدخل بحزم، لان هادشي هذا خطير، نقدر يوقع الطايح خصها منوقف. اقسم بالله هذا شيء خطير، هذا اللي كتسبب لك. نقول لك هذا العالم ديال الاجار المخدرات ها اللي كيسبب، شنو اللي كيسبب؟ حنا دائما كنغاوضوا كنعاودوا القصص ديالنا وكنخوضوا منهم هي العبر، كنقول هذا الشيء كامل اجل التوعيه والتوضيح. التوعيه والتوضيح، الانسان اللي كيدخل في العالم ديال الاجرام والانحراف والمخدرات ها النتيجه، هذه هي النتيجه. حنا كنقول لكم العالم ديال ديال الجريمه راحت منا، كانت مخدره، كان نصب الاحتيال، كان الطمع. هذا الطمع فين طمعتي؟ طمعتي جبتيها في راسك، تحمل المسؤوليه ديالك. الدوله ما عندها ما تعمل لك، ما تعمل الدوله حاجه وحده، غتبر المجرمين لا تحيت فيهم لا جبراتهم ولا تعاقبهم. اما شي ناس غير تحمل المسؤوليه ديالك، تقول في هذا العالم ديال ديال الطماع والفلوس وشغل على. ودابا خوتي دخلت عليكم بالله ان ما عقلو اي ما العقل ديالو، وشينا جالس وعيط دخل فلوس بطل داردين كاين. هادي دابا تيجي تدخل دابا الانترنت كتجمع بزاف ديال الدعايات الاعلانات، كيقول لك انا نوريك الطريقه كيفاش تربح 1000 درهم يوميا بلا ما تضرب تماره. هاي 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 نربح 1000 درهم يوميا بلا ما تضرب تماره. كيقول لك انا عندي واحد الطريقه اللي عتدخل 10000 درهم في الشهر بلا ما تضرب تماره، وتينا في الدار هي في الانترنت هي في الانترنت. هي هادي من بعد كيقول لك وارى لوح قد قد ساهم على هادي باش نعملوا هادي ورا هادي وعملوا هادي، وكيدير لك هادي وكيخرج عليك. مشى كلشي، مشى كلشي، كيريطك كيريطك. كتدفع 100 درهم كتعطيك 200 درهم، تدفع 200 درهم كتعطيك 400 درهم، هكا تدفع مليون جوج مليون ثلاثة ملايين كيزيد حك فيهم، هي الكارثة. ولكن الله يطب بينا والله يفعل بينا خير، حنا كيبقاو فينا ديك الناس اللي مساكين ضعافين وتزرفوا بالطمع ديالهم. كاين اللي دخل كاين اللي دخل ختو ودخل يماه ودخل باباه ودخل راجل دختو ودخل مرات خاه ودخل عزيزاه، وكاين اللي دخل تجاره وكاين اللي دخل صاحبته تجاره وكاين اللي دخل ولاد تجاره. وراه كارثه عظمه، راه مصيبه عظمه. الله يلطف ويسالم، ما وقعش مصيبه. هذا الشيء هذا يقدر يوقع شي مصيبه عظمه، ولكن هذا الشيء اللي كاين اخوتي بالنسبه للمعلومه، هذا الشيء اللي كاين. لا بقى شي حاجه اخرى، دابا نشوفوا شي ناتشي من عندي وصاب ونشوفوا شي معلومات وشي جديد في هذا الشيء هذا باش نعرفوا شنو كاين. لان لا ود نشوفوا شنو وقع باش نوصلوا هذه المعلومه للناس اللي راه معنا. خليت واحد هادشي اللي كاين اختي، مطولش عليكم ونخليو شي حاجه مره اخرى. ودائما كنقول لكم اختي مشيو في الضو، ما تدخلوش، وخليو العالم ديال الاجرام، العالم ديال المخدرات، العالم ديال السلاس، ومشيو دائما مع العباده، مع الرياضه، مع جميع الكرده، والدهان سيري سير حتى يفك الله.